ابوي مر حلقنا اقرب محطة يا اخوي من حلقتنا يا ابوي يا ابو راشد على امك حلقتك مش حلقتك على امك لا مكيف ولا غيره مش انبخر قايل لك انا قايل لك في الليل ما بشغل مكيف نزلني الوقت باري نزلني زين ارفع لي الموتر الحرارة ولا يرضي علي شيء ما نزلني ما بنزل تحمل يا ابو راشد وش اتحمل فهمت ما متعود انا كذا اتبهدل يا ابوي علامك براشد ساير انت قطر انا شو فايدتي استفيد منك يا ابوي ما دعيت الفايده انت اخو عزيز انا اشغل مكيف موتري يضيع انا لا مسؤول عنك لما تحدي موتك لا بمكيف ولا غير اللي تجيبك مني استغفر الله رب العظيم انت ما تبالي الخير ما عندنا ما تبالي حصل سياره ما يبالي راح هو بعد رزقنا اليتيمه بتركب اليتيمه عليك رفقه اوديك سحاره مشيك اي نعم وين تبى تمشي بمشي اصبر لين ما تحصل اليتيمه ولا وصل الدين صل على النبي بتوصل ما جاب لي ما مشغل سيارة خطف يا اخو ماي نزل جامة نزل جامة الحين بعد الحين احنا قريب حدود السعودية وين يباني اخطفه بخطفه انا ما بتم وقفك ماي انا بلا اكل شيء حسبي الله ونعم الوكيل والله قسم بالله انك نزل جامة نزل جامتك نزل جامتك الجامة من عندك تنزل من عندي ما تنزل بالله ما تقوى براش والله انه حر استغفر احنا نبارك الخير واحنا كلنا واقفين عندك ونباك تفوز انا ما اقدر اشغل مكيف في الليل قايل ليكم كيح ما بشغل يبي يركب وراشد وياي يركب لا تم تعذبوني الله يرضى عليكم ما يستوي موتر ما سايب السماء ما 100 كيلو بترجع كم كيلو انت بضرب 8-9 ساعات خط 8-9 ساعات رجع لازم ابنن المكيف انا مكيف ما اقدر اشغله بتركبوا اياه مرحبا بكم تيمله مسجد ما له موجود يا فهد يا اخي انت انا شغل مكيف ما تعرف ينقع بكبريس ينقع هذا والله مسكين بيموت ابو راشد اللهم صل على محمد هذا هو زي تبل ورانا بريك ماشي هذا وش جايب متحر ابثلت والله العظيم متحر انت براشد متحر والله العظيم انا بحياتي ما تبهدلت الكرول اللي عندك الكرول تبهدل بيها مكيف على الاقل ما اجي خبر عيران خسارة ذاك الفيتامين سي اللي حطه ابوي وش حطه ليك؟ فيتامين سي تونس لويش لويش ابو راشد انت نحاق ما تفهم ما تحرق عيال انا اقول لكم انتوا ازعل ماشي مكيف حوي شباب تعال قول ما مستحق عايب لك الوضع برد عويهك شوهد لكن دبحنا حرب الله يبرد عليك بدينا ان شاء الله براشد انا حرورة انا تحديت حد مرة ثانية بنقع لك رقبتك سالفة فيها التيمة جزاك الله خير ابو راشد الله يبرد عليك ان شاء الله ابوك عند تروحي قبل ميت يلا ابو راشد بمشيك بالالتيمة شعليك يا ابو راشد بتمشى بالالتيمة وش عليك؟ اي لكن لا يزعل فهد انا اقول انت بمشيك لكن ما ينعال خايسة طين ويركب الموتر لك ذن موتر فيه 16 ترى اي نعم توصل اول يوصل ان شاء الله بس واحد يحب يوصل ان شاء الله يوصل طال عمرك كمل عمرك ما يتحرك شايفك ما تشرب لي بموتر بعد انت اي نعم لا تزعل هذا اخر واحد تتحدى من؟ من سمعت انك متحدي لو انه مات وش كسرت ولا قلت لي بتمشى من التيمة وشاكرك ما اشرب موتر عليك يا ابو راشد بتمشى من التيمة بتمشى نعم انا اقول لك ما تخنق انا في بلادكم وركبت التيمة اي نعم شوف والله انا قوم التيمة هو الدهن من ويها لا تسمع كلامه اقول لك اقول لك ابو راشد لا تزعل بلاتيمة ما تنزل جامل ما في حد يعرف انك راكب بلاتيمة اي لا تزعل اقول لكم انت بلاتيمة اباك مره يعني حساب تضربه
جامعة ما تنزل حركات انك تنزل جامعة وشوفوني راكب التيمة ارجوك مرة تخينك مرة اسكت عني يومين لا ترفع لي ضغطي والله تروم ولا ما تروم والله ما ترفع لي بنورك ذاك الله خير الله يبيض وجهك دعواتك للاسعاف بس توصل مره جايب لها شيء مخصوص يا كامو جايب لها شيء مخصوص مره يد بعدين جايب لها شيء مخصوص بيض الله وجهك دعواتك لي توصل بالسلامه الله يطول عمرك توصل بالسلامه وتوكل ومره بنحصل بشاره الطيبه الله يسمع منك لكن حيا وش جايب مره جايب لك شيء الرجال يقول جايب شيء مقراي عليه مقراي عليه يعني قروا عليه هناك صلاله واهل بضب يرتبوا هنا القرايه مره يا طيب سلام طال عمرك مره مقراي عليه بترول سلام مقراي عليه مرتب يا سلام براش يدوي قطرتين بثني يوم قطرتين مره اليوم قطرتين ساعه قطرتين ما يبان هزوت حاضر بيض الله وياك والله يا مرحبا بيض الله وياك بيض الله والله يسعدتونا قطرتين في اليوم مره قطرتين غالي ها احنا بغينا مكيف انت جايب لنا بترول تبي تزيدنا نار اخوان صبحكم الله بالخير ونور ابشركم انه وصلنا قطر بالسلامه والاسعاف فول حماس يا سلام سلم وقال ان شاء الله الاسعاف توصل قطر وابشركم الاسعاف وصلت قطر والامور كلها طيبه الاسعاف وصلت قطر لكن شوف من ما وصل وعا يا ابو راشد هو ابو راشد قوم قوم يا ابو راشد وصلنا قطر قوم قوم وصلنا قطر قوم قوم وصلنا قطر قوم ابو راشد اللي ما بترقد يا اخوي الاسعاف هاي ما بترقد يا اخوي امورك طيبه قم ليش قم وصلنا قطر سيتات اللي انا ابو ورا يلا عش 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 وصلنا يا ابو راشد قطر وصلنا قم ليش قم شوف شوف تعال يا امو هي او يا ابوي سهران وين قطر واصيل قطر ابشركم اخوائي الاسعاف وصلت قطر والامور كلها طيبه فول طيبه يا الربع فول طيبه ودعواتكم انها ترد بعد بالسلام والامور كلها سهلات سلام عليكم سلام